السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ونعتذر عن التأخير، يعني قرابة الثلث ساعة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، فهو خارج عن إرادتنا. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام. أهلا ومرحبا الشيخ الكريم. يا مرحبا سيدنا، أهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ الحبيب. أسأل الله عز وجل أن يوتعكم الصحة والعافية، الله يرفع قدرك، وأن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم، وأن يستخدمنا وإياكم لخدمة الدين أو المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأن يشفي يا شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. آمين يا رب العالمين. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. بداية، ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ وما معنى في ذمة الله؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا حديث طبعا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ومعنى فهو في ذمة الله يعني في كنفي وفي رعايتي وفي حفظ الله تبارك وتعالى. فينبغي على العبد ألا يفوت هذا الفضل العظيم والأجر العميم. ولهذا الحديث قصة، وهو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ ابنه سالم وذهب إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا الحجاج معروف، يعني التال أتله. فعبد الله بن عمر أخذ ابنه سالم وذهب إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان بحضرة الحجاج رجل سيضرب الحجاج رأسه. فلما ذهب عبد الله بن عمر، قال الحجاج بن يوسف الثقفي لسالم ابن عبد الله بن عمر: خذ هذا الرجل واخرج به عن باب القصر ثم اضرب عنقه. فالمهم، بينما سالم بن عبد الله بن عمر يساير هذا الرجل، يعني ماشي معاه، سأله سالم: هل صليت الفجر اليوم؟ فقال الرجل: نعم. قال سالم: خذ أي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. فذهب رجع عبد الله، رجع سالم إلى أبيه عبد الله بن عمر وإلى الحجاج بن يوسف الثقف، فسأله الحجاج، قال له: هل ضربت عنق الرجل؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: إن أبي هذا حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. فقال له أبوه عبد الله بن عمر، قال: إنما سميتك سالما لتسلم. الله. نكمل بعد هذا الاتصال. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أم أحمد، تفضل. مرحبا بك يا شيخ. عندي بس عدة أسئلة يا شيخ. تفضل. أول سؤال، ما حكم امرأة تغسل يعني ميت موتة وهي حائط؟ هل يجوز؟ نعم، وهي حائط. السؤال الثاني، حماتي كانت الله يرحمها كانت بتصلي يعني غلط يعني وكده، ست كبيرة وتوفاها الله، هل كده على اسم يعني وكده الله يرحمها؟ يعني بلا وضوء مثلا الله يرحمها؟ لا، كانت بتصلي يعني لا بتصلي بوضوء، بس يعني ما كانتش بتصلي الصلاة الصحيحة يعني وكده يعني، بس كانت ولية كبيرة يعني مسنة. طيب الله يرحمها. بالنسبة بقى، في زوج يجمع زوجته اثناء السفرة، هل هذا حرام؟ ده بعد انتهاء الحيض؟ في اثناء الحيض يعني اثناء القدرة والسفرة، وتغتسل المرأة ويجمع زوجها اثناء القدرة وتكمل بقية الحائط تاني يوم يعني كده يعني القدرة في السفرة، اثناء القدرة والسفرة. طيب واضح. حاضر يا ام احمد.
استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ عامل ايه؟ مرحبا اخي الحبيب، تفضل. بارك الله فيك وبارك في الشيخ وقناه الندى يا رب العالمين. اللهم امين وفيكم، بارك الله جميعا. يا رب العالمين. في الصلاه الجهريه مثلا زي صلاه المغرب او العشاء، انسان يعني يقرا مثلا، اللي هو الامام يقرا مثلا في آية الكرسي، وبعد كده بيتم خواتيم، يعني في الركعه الثانيه يروح جايب خواتيم سوره البقره، هل يصح ذلك او لازم القران يتقري بالترتيب؟ يعني عندها نقص معينه يروح مكمل اللي بعديها. حاضر. وصلاه الضحى اللي هي اما ركعتين اما اربعه ام سته. حاضر. ونتمنى كده اذكار المساء والصباح ان شاء الله، يعني صلاه الفجر كده وقبل المغرب. وقت اذكار الصباح والمساء؟ ايوه نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت نعمه اهلا ومرحبا. اهلا بيك يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. لو سمحت عايز اسال، بس انا عندي محل، ولادي فاتحه لهم محل يعني ملابس، فانا عايزه اعرف الزكاه بتاعه قد ايه، بيوصل ازاي، بيوصل قد ايه. انا كنت فاتحاه قبل رمضان بيومين، رمضان اللي فات. ربنا يوسع علينا وعليك. انا عايز اعرف الزكاه اللي بتطلع من المحل بكام. طيب حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخت ام دعاء اهلا مرحبا. يا مرحب بك يا استاذ احمد. يا رب يحفظك، اتفضلي. ربنا يبارك في عمرك. لو سمحت يا استاذ احمد، بس كان لي سؤال عند الشيخ. هو بيقول انه ما ينفعش، يعني عايزه التوضيح بعد اذنك، ان هو بيقول ان ما ينفعش يبيع الذهب بالذهب، فانا مش فاهمه. يعني انا دلوقتي عندي خاتم في البيت، عايزه اروح على السير ابدله مكسور مثلا، عايزه ابدله، فانا مش فاهمه ازاي بيع الذهب بالذهب. بالذهب يعني طبعا. لا ده في حلقه ماضيه. لا لا، الشيخ بيقول انا ما كلمتش عن الذهب النهارده، فقوله في حلقه ماضيه. ايوه، ما كانت حلقه سابقه بس انا فاكر السؤال. طيب هو بس حضرتك، هو الصوره بس عايزه تتوضح. هو الشيخ تكلم كلاما منضبطا من الناحيه الشرعيه، بس الصوره ممكن تكون عندك مش واضحه. حضرتك بس انا لو يدا بيد تمام. انا دلوقتي عندي خاتم في البيت مكسور، عايزه اروح ابيع او اديله. طيب. يعني مش فاهمه. نرجو الايضاح بعد اذنك. حاضر. سؤال ثاني بعد اذنك. انا كنت عملت ثلاث عمرات قبل كده ما شاء الله. ربنا يجازيك خير. فما ولا مره ما كنتش اعرف ليه في الشراب ده خالص، فانا مش عارفه كده في ايه، ايه الحكم يعني. حاضر. يعني كنت بعتمر واصلي من غير ما اكون لابسه شراب. ربنا يتقبل منا جميعا. حاضر. امين يا رب العالمين. ربنا يجزاك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام علي، السلام عليكم. ايوه معاكم. اهلا مرحبا، السلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤال لو سمحت؟ هاتي اتفضلي. طيب لما يكون اخواتي بنوا بيت، اخواتي احنا ثلاث افراد ماشي؟ ما شاء الله. انا اخت وولدين. الاخين بنوا بيت باسم امي. ماشي؟ ماشي معاه؟ ايوه نعم، الولدان بنوا بيتا. بنوا بيتا باسم الام. والام ملهاش اي دخل. ماشي؟ أيوة. هل انا كده يبقى ليا في البيت؟ ولا لا؟ ونقطة تانية، فيهم اخ بنى يعني ايه تقريبا كده يعني 70% من البيت. هل برضه يبقى له يعني الاكتر، ولا هيبقى ميراث شرعي وخلاص، ولا ايه؟ حاضر. وبعد اذنك سؤال تاني. اتفضل. لما يكون حد بيقول ايه مثلا حاجه، يعني حاجه زعلان من موقف مثلا اتعمل فيه، وبعد كده يجي هو نفسه يعمل نفس الموقف، نرد عليه؟ يعني هو عاب على شخص ما تصرفا ما، وفي مرة الايام وقع هو نفسه في نفس الموقف. قدامنا بقى الكلام ده، نرده ولا نسكت عادي؟ والفتنة لا 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 تؤمن على الاحياء. شيخنا يجيبك. حاضر. ربنا يحفظنا واياكم. في امان الله. ام عبد الرحمن اهلا مرحبا. السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. دلوقتي والدي ليه اختين بنات، عماتي يعني، وعايزين حجهم في ارض ابوهم. فعمتي طلبت منه يعني تاخد حجها في الارض. فالسعر اللي هم قالوا لها عليه هو وعمامي غير السعر اللي بيتباع بيه في البلد عندنا. هي موافقه على السعر ده، وقالت لو باجل من كده كمان، بس هم لو ادوا لهم بالسعر ده هيشيلوا ذنب؟
هي موافقة وراضية، بس هو أقل من السعر اللي هو معروف في البلد. موافقة المضطر، شيخنا يجيبك. حاضر. طب لو سمحت معلش السؤال التاني بس. اتفضلي. عمتي التانية لو ما رضتش بالسعر ده وادوها بسعر تاني، هل كده برضه يبقى حرام عليهم انه يحاسبوا دي بسعر والتانية بسعر تاني؟ حاضر. متشكرة يا أستاذ أحمد. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نعود إلى ما بدأناه من حديث الشيخ الكريم، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. أين؟ نعم، المرأة لا تصلي في جماعة، هي تصلي في بيتها. نعم. تمام، فهل تأخذ نفس الثواب إن صلت في بيتها وفي طبعا في وقت صلاة الصبح ولم تصلي في جماعة، تكون أيضا هي الأخرى في ذمة الله يا شيخ الكريم؟ نعم سيدي، هو طبعا لا شك أن هذا الحكم يتنزل على المرأة، إذ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبر أن خير صلاة المرأة في جوف بيتها، يعني مكان يكون مكان لا يرى فيها أحد إطلاقا، يعني حتى لو استطاعت المرأة أن تصلي في غرفة وما فهذا أفضل، أن تصلي في قعر بيتها أو في جوف بيتها هذا أفضل. وكما أقول أن هذا الحكم يتنزل على برضو إشهاد المرأة لصلاة الفجر، فهي تأخذ نفس ثواب الرجل، إذ إن الشريعة جاءت للمسلمين عامة رجالا ونساء. الحديث في جماعة. نعم. وهي صلت منفردة. المرأة ليست مطالبة بإشهاد الجماعة دي. نعم. إلا إن أذن لها زوجها في ذلك، زوجها في ذلك. لكن هي ليس عليها صلاة جماعة. نعم. وإن صلت الصبح في وقته قبل طلوع الشمس فهي تأخذ نفس الأجر والثواب. نعم. صلى الله عز وجل القبول. اللهم أمين يا رب. أم أحمد، ما حكم المرأة التي تغسل الأخوات رحمة الله على الجميع؟ أمين يا رب. وهي حائض. نعم. والله يعني الأمر جائز، لكن الأفضل طبعا أن تكون المرأة طاهرة، أن تكون طاهرة، لكن إن غسلت بهذا الشكل وهذه الصورة فلا شيء عليها. نعم. يعني الأمر جائز يعني. الله يرحم حماتها ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. آمين. والحقنا بهم على خير. آمين يا رب. آمين. كانت تصلي تقول صلاة غير صحيحة، لا أدري ما كيف كانت تصلي، لعلها كانت لا غير مطمئنة تصلي. أيا كان، وتوفاها الله عز وجل، فما حكمها؟ والله أنا أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة. آمين. أما إن كانت هذه المرأة تصلي يعني صلاة خفيفة لا تطمئن في ركوعها ولا في سجودها، ويعني تصلي كما يصلي الناس أو العوام يعني، فأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنها، إذ إن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. فلو كانت هذه المرأة يعني تصلي وتخفف في صلاتها، فأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنها وأن يعفو عنها وأن يرحمها، فأمرها موكول إلى الله عز وجل. سبحان الله، برحمة الله عز وجل بنا شيخ كريم. نعم سيدي. أنه أرحم بنا من أنفسنا. صحيح. فهي إن كانت مخلصة، وهذا كان مبلغ. صحيح. مبلغ علمها. نعم. فالله عز وجل يعني أسأل الله أن يتقبلها. طبعا، رفع عن أمتي الخطأ. نعم. والنسيان وما استكره عليه. نعم. والنبي والله عز وجل يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا نصه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. زوج يأتي زوجته بعد الصفرة أو أثناء الصفرة والقدرة بعد انتهاء الدم وبعد الاغتسال، شيخنا الكريم فما حكم هذا؟ يعني هو بعد أن اغتسلت المرأة بعدما طهرت واغتسلت؟ أيوة نعم، في نزلت صفرة أو قدرة. الأمر إن شاء الله لا بأس به. مش هو الصفرة والقدرة في زمان الحيض أو عقب الحيض من الحيض؟ إيه هو المفروض، لكن أنا أقصد أن دلوقتي الأخت بتقول أن هي إن اغتسلت. لعلها تعجلت الغسل؟ لا، إن كان بهذه الصورة. ولم ترى القصة البيضاء ولا جفاف. لا، هو الأصل طبعا كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما جاءها نساء الأنصار يعني وسألناها، طبعا نساء الأنصار يعني استحينا أن يسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترين القصة البيضاء. فالنساء الأنصار سألنا ما هي القصة البيضاء، فقال سبحان الله. فعائشة رضي الله عنها أخذت هؤلاء النسوة وأخبرتهن، يعني حتى المرأة تدخل شيئا في يعني. نعم. فيها ثم ترى هذه القصة البيضاء يعني. نعم. هل عليه شيء؟ عليه وزر يعني؟ لا، إن كان جاهلا فلا شيء عليه. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. طبعاً. لكن الأولى أن ينتظر. طبعا الأفضل. وهي ألا تتعجل. ألا تتعجل. نعم. وطبعا إن كان كما أقول إن كان هذا الرجل جاهلا فلا شيء عليه إن شاء الله. الأخ محمد يسأل عن الصلاة الجهرية، لو الإمام مثلا في الركعة الأولى صلى بآية الكرسي. نعم.
وفي الركعة الثانية صلى بخواتيم سورة البقرة. فهو يعني في آيات كثيرات يعني وقعت منه عن قصد. فما حكم هذه الصلاة؟ هو هذه الصلاة بهذه الصورة صحيحة، لا شيء فيها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام الليل كله كما في سنة الترمذي وكذلك في مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام الليل كله بقول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام الليل كله بآية، وآية الكرسي طبعا دي أم القرآن أو أفضل آية في القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن صلى ركعة أو صلى الركعة بآية الكرسي فهذا يجزئه. ثم في الركعة الثانية قرأ بخواتيم سورة البقرة، تمام، هذا أيضا جائز. طب لو هو عكس، صلى في الركعة الأولى بخواتيم سورة البقرة وفي الركعة الثانية صلى بآية الكرسي وكلاهما في سورة البقرة، لا هذا اسمه نكس. نكس، نكس يجيب الآخر على الأول. نعم تمام. حكمه إيه؟ لا طبعا هذه الصورة لا تجوز، الصورة الثانية التي لا تجوز. الصورة الأولى التي سأل عنها الأخ محمد جائزة، دي ما فيهاش حاجة، ومشي بالترتيب. الترتيب تمام، لكن إن كان العكس فهذا لا يجوز إلا إن كان جاهلا بالحكم. طبعا برضو كنت عايز أقول إيه في هذه الجزئية، العلماء برضو تكلم في مسألة إيه، إن الواحد يقطع من يعني من الصورة، يقرأ أول الصورة وآخر الصورة مثلا، برضو هذا إن كان مضطرا أو جاهلا فهذا يجزئه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة المؤمنون، فلما وصل إلى ذكر هارون وموسى أخذته سعلة فركع. فالعلماء قالوا من هذه الجزئية يعني يجوز إن كان مضطرا فجائز، وإلا فالأصل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالسورة كاملة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني ما حدش برضه في صلاه المغرب يجيب سوره البقره ويقول لك انا سمعت الشيخ محمد مصطفى. لا عمر انا كان بصلي بالاعراف وبالنحل من باب الطرفه يعني في اخبار الحمقى والمغفلين. كتاب معروف. رجل دخل يصلي لاول مره فصلى خلف امام في الركعه يعني في يوم من الايام بسوره البقره. ففي اليوم التالي وجده يصلي بالفيل سوره الفيل. فخرج من الصلاه فلما سئل قال يعني في اليوم الاول صلى بالبقره واليوم يصلي بالفيل. بالفيل ده فهو أخذ كده. من الطريف كذلك ايضا ان رجلا كان يصلي خلف الراجل ده الاحمق ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه مجرم. نعم هو اسمه مجرم، سبحان الله اسامي بقى، كان اسمه مجرم. المهم الامام كان بيقرا بسوره المرسلات، فعمنا الاخ مجرم ده كان بيصلي ورا الامام على طول. فالمهم الامام قرا بسوره المرسلات فقرا قول الله عز وجل: الم نهلك الاولين. فمجرم راح راجع في آخر صف قرأ الإمام: ثم نتبعهم الآخرين. فراح جاي في النص في الصف اللي في النص وهكذا فهم. فقال الله فقرأ الإمام: كذلك نفعل بالمجرمين. ساب الصلاة وجري. قال أراكم تبحثون عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أضحك الله سنك يا شيخ. الله يحفظك يا شيخ. نعم صلاة الضحى كم عدد ركعاتها شيخي كريم؟ نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه صلاها ثنتين وأربعا وثمان، هذا ثابت من عنه صلى الله عليه وسلم. فأيما 2 4 6 8 يعني فأيما أن يصلى الإنسان فهذا يجزئ. نعم وقت الأذكار، أذكار الصباح والمساء. نعم الله عز وجل يقول في العشي والإبكار. نعم الإبكار يعني بعيدة صلاة الفجر. تمام وبالعشي يعني قبيل صلاة المغرب. يعني ما يكونش الأذكار هذه بعد صلاة العصر، لا يكون بعدها بشويه، يعني ايه يعني قبيل المغرب مثلا بنصف ساعه ولا شيء، هذا يعني هذا هو الوقت الامثل يعني. نعم اسال الله ان يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا امين يا رب العالمين، وان نحافظ على اذكار الصباح والمساء. اخت نعمه ربنا يوسع علينا وعليها، عندها محل ملابس لاولادها بتسال عن الزكاه عن مقدارها، والمحل فتح قبل رمضان الماضي بيومين. نعم ف يعني كم تخرج من زكاه وكيفيه حسابات هذه الزكاه، زكاة التجارة شيخي كريم؟ نعم هي طبعا تقوم رأس المال وتخرج على أصل رأسها رأس المال. يعني مثلا تحسب من منذ أن فتحت الدكان بالفعل كده قبل رمضان بيومين أو عند رمضان وتبدأ بداية رمضان تحسب ترى المبلغ هل بلغ النصاب أم لا وحال عليه الحول. صحيح تمام. هل شيخنا الكريم البضاعة اللي عندها كيف تقومها؟ يعني مثلا عندها بضاعة بالآجل مش بتاعتها، هي شاريها كده لسه ما دفعتش ثمنها، أو بالآجل عندما تباع تدفع ثمنها. نعم.
وبضاعة أخرى هي لها أموال عند الآخرين ولا هي أيضا عليها ديون وهكذا، كيف تحسب؟ هو الأصل شيخنا أن يقوم رأس المال الموجود اللي هو موجود تحت إيدي. رأس المال ده يدخل فيه مثلا الأرفف، يدخل فيه الـ 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 يدخل المحل، يقوم أم أن هذه الأشياء لا تقوم ضمن ال، هو طبعا الأصل أن يكون الأصل على رأس المال أو الحساب يكون على أصل رأس المال. يعني ثمن المحل يخرج، ما لا يخرج، خرج من الزكاة. الأرفف لا الماكينات لا تحسبها، لا تحسب، لا لا. تمام، ماكينة الكاشير اللي هي الخزينة يعني لا تحسب وهكذا، لكن تحسب البضاعة، تحسب البضاعة، نعم. تمام، وأصل رأس المال، وإن بلغ النصاب تخرج، نعم، تمام، عن كل 1025 جنيه، مش كده؟ نعم صحيح، تمام. أم دعاء يعني تسأل عن الذهب، هي عندها غويشة مكسورة أو خاتم أو ما شابه ذلك، تريد أن تستبدله بآخر، تمام. وكان السؤال أنا أتذكره أن كان في حد خد راحت باعت حاجة وقبضت ثمنها، بس كان ناقص 100 جنيه، فحضرتك قلت لا فاكره. ما هو ده السؤال. فهي بتقول طب انا راح اغيرها بحاجه تانية، هل لابد ان تتسلم المال وتقبض الثمن ثم بعد ذلك تشتري الجديد؟ نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. دي الصوره التي يعني احلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الذهب والفضه عليه الصلاه والسلام، فمن فعل غير ذلك فقد أربى. ده يعني نص تعامل بالربا يعني، ده نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فهي دلوقتي اختنا الكريمه هتروح عند بتاع الذهب تدي له الغويشه اللي هي المكسوره، هي عايزه تاخد واحده، يبقى تاخد واحده بنفس قيمه الغويشه المكسوره. طب هي دلوقتي بتقول ان الفلوس مش هتقضي، طيب جميل قوي، حضرتك هتاخد الفلوس من الراجل بتاع الذهب تروحي حضرتك او تعملي اي حاجه، المهم تكملي على الفلوس اللي معاكي دي، مش تخلي الفلوس عنده بعد كده تيجي تكملي له. طب شيخنا لو هي معاها الفلوس، معاها المال، جميل، واعطته الغويشه المكسوره، تمام، وعايزه غويشه اخرى جرامات اكثر منها، نعم، واجود، او مثلا دي 21 هتاخد 24 وهتدفع في الفور في نفس المجلس الفارق، برضه ما تسيبش الفلوس عند راجل وتكمل له، لا، تقبض المال، تقبض الفلوس اللي هي بعت بيها الغويشه المكسوره، ثم تخليها في ايديها، بعد كده عايز كام يا عم الحاج؟ عايزين 500 جنيه على اللي معاك 500 جنيه هم، يبقى الاصل، لا، اصل الغويشه، اصل فلوس الغويشه المكسوره برضه في ايديا، انا تقابضته من يعني الرجل. يعني هي تشتري، تبيع له بالكليه وتقبض الفلوس، وينتهي هذا العقد، تبدا ثم عقد، تبدا عقدا جديدا. جديد، تمام، وضحت الصوره يا ام دعاء. الحمد لله ربنا انعم عليها بثلاث عمرات ما شاء الله، اللهم تقبل يا رب العالمين، وان شاء الله تبقى عبال العمره المئة، امين، والحج ان شاء الله صلى الله ان يكتب لنا ولكم، امين. بس ما كانتش تعلم مساله انها تصلي بجورب بشراب، فكانت تؤدي صلاتها وطوافها بلا جورب. نعم شيخ كريم، عفى الله عنها، واسال الله عز وجل ان يتجاوز عنا واياها، فالصلاه ان شاء الله عز وجل صحيحه، لا سيما وان هذه الاخت الكريمه كانت جاهله بالحكم، نعم، فهذا يجوز، لأن النبي صلى الله، يعني أقصد صلاتها صحيحة إن شاء الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففي هذه الحال طبعا هي لم تكن عالمة بهذا الحكم، ففي هذا الحال يجوز إن شاء الله عز وجل، لكن تستأنف أمرها بقى في القادم إن شاء الله، تستأنف أمرها إن شاء الله. صلى الله القبول يا أم دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا من معنا. الحمد لله، بركه ان انا سمعت صوتك بالطيب ان شاء الله. يا ربي طيب خاطرك، جزيت الجنه، اسال الله ان يغفر لنا ما لا تعلم. احمد، انا عملت اربع عمرات ما شاء الله، وخدت زوجتي معايا مرتين، والاربعه فيهم امي ما شاء الله. فزوجتي دلوقتي طلبت مني انها تعمل عمره، وربنا انعم عليا بفلوس ما شاء الله، فعايزه تطلع لوحدها. انا قلت لها طب انا موافق، ماشي ان شاء الله، بس ممكن تبرعيها لامك او لابوكي، هل ده يجوز حضرتك استاذ احمد؟ حاضر. ودعاء بقى لبنتي ربنا يكرمها بابن الحلال، ولاولاد الله يبارك لك يا استاذ احمد. يا رب يسعدك بيها يا رب العالمين، وقر عينك بها وباخواتها ان شاء الله. امة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا اختي، تفضلي. اهلا بحضرتك. انا كنت عايشه مع امي وابويا الله يرحمهم في بيت ايجار قديم، وبعد ما توفاهم الله انا قعدت في البيت، لان انا كنت اصغر واحده في الكويت وما كنتش اتجوزت لسه،
ورحت لصاحبه البيت وسالتها ان انا ممكن اجدد معاها العقد او اشتري الشقه. قالت لي ليه انت كنت هتدفعي الايجار واحنا مش هنقول لك اخرجي منها، وبس لو اتجوزت فيها مش اللي هو القانون اولادك مش هيتورثوها. قلت لها يعني لقيتها ان هي يعني متراضيه الامر ده. بس انا دلوقتي بقالي 20 سنه وبصراحه في حاجه بتحك في صدري ان انا خايفه ان انا ما كنتش مديها حقها. هي ما حصلش اي نزاع، ما اتكلمتش الست زي ما قلت لحضرتك، قالت لي انت كنتي قاعده في البيت وبتدفعي الايجار زي يعني زي كل الجيران عندي، مفيش اي مشكله. فاستاذن حضرتك يعني تفتيني في الامر ده. ومس المصحف والمراه الحائض. نعم، المصحف للمراه الحائض. ايوه حاضر، جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب ام علي، اخواتها الاثنين ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، جزاهم الله خيرا، بنوا بيتا باسم امهما. هما ولدان وبنت. فهل هي لها في هذا البيت ان شاء الله بعد عمر طويل في الميراث، ام هذا البيت لاخويها؟ نعم شيخي الكريم. هو المفروض طبعا ان هذا البيت ملك للاخوين. لان الام ليس هذا ارثا لها، انما الاولاد من باب الوفاء والبر بهم بامهم كتبوا هذا البيت باسم الام. تمام، فهذه الاخت لا شيء لها في البيت. تمام، بهذه الصوره. نعم، وخاصه انه اسم بس. ايوه بالفعل كده، يعني الام لم تدفع شيء. وفي اخ دفع يعني 70% من ثمن البيت. اي نعم صحيح. نعم، اذا ليس لك فيه شيء الا بقى ان هم ان يقبل ده موضوع ثاني. كان عن تراضي فمش مشكله. صحيح، هما شكلهم عندهم كرم وان شاء الله تعالى مش هيقولوا لا. يحفظهم يعني. يا رب يبارك. لو في انسان، نسال الله عز وجل العفو والعافيه، عاب على انسان اخر عيبا ما، ورؤية بعد ذلك قد وقع في نفس المساله او في نفس العيب، نسال الله العفو والعافيه. نعم شيخ الكريم. نعم، فما حكمه؟ ثبت في الصحيحين ان ابا ذر رضي الله عنه عير بلالا فقال له يا ابن السوداء. فجاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك الخبر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. نعم. فسبحان الله، يعني كما يقولون يعني لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ومحمد بن سيرين رحمة الله عليه قال عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست بعد 40 سنة. ويقول أيضا منذ 40 سنة وأنا أنتظر عقوبة ذنب. ده من 40 سنة. لذلك يقول الإمام الذهبي علق على هذا الكلام أو هذا الأثر قائلا قال قلت ذنوبهم فعلموا من حيث أتوا، ونحن كثرت. ده مين يقول نحن؟ ده الذهبي، الإمام الذهبي. الذهبي الذهبي ده طبعا سمعه شوية. قال ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. نسأل الله العفو والعافية. أين؟ صلى الله أن يتوب علينا وعليه. أستاذ فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا ومرحبا، اتفضل. ازي حضرتك عامل ايه؟ فاضل الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي واحد دخل صلاه الفجر متاخر يعني، فانتظر لما قام حد وصلى وراه. تمام؟ يعني وجد الامام يصلي؟ هو اتاخر يعني، دخل بعد الصلاه ما خلصت فاستنى حد يقوم يعني متاخر في السنه عشان يصلي وراه. تمام؟ فاللي صلى وراه ده ما قراش، ما جهرش يعني بالصلاه، فالصلاه كده جائزه قرأ ولا قرأ سرا؟ قرأ سرا وهو كان وراه عادي يعني. تمام؟ حكم هذه الصلاة حاضر. تمام. بالنسبة بقى للسؤال عن اللحية يا أستاذ، عن الزكاة. نعم، اللحية. طبعا أنا سمعت أحاديث كثيرة يعني، أوفروا اللحى وأجزوا الشارب أو قص الشارب أو يعني كثيرا يعني. ففي سمعت إن سيدنا عمر كان له شارب، أنا مش عارف الأثر ده صحيح ولا لا. فإن كان يعني يجوز بقى إن الواحد ياخد جزء من الحديث ولا يعني، فاهم قصدي ولا لا؟ فاهم قصدك، والمساله المساله يعني فيها يعني توسع يعني عشان تبقى عارف. شيخنا يجيبك. حاضر حاضر، في سؤال اخر؟ ارى
كثير من العلماء يعني بيترك الشارب، فهل اذا كان ده ترك الشارب جائز فيجوز بقى الاخذ بالشق الاخر يعني. طيب حاضر. طيب استاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا ومرحبا. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا حبيبي، مرحبا. ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. اللهم امين واياك وجميع المسلمين والمسلمات. تفضل. الله يخليك يا استاذ احمد. الله يحفظك. بقول في سؤال وفي كم حديث كده. طب يلا عشان وقت البرنامج اوشك على الانتهاء، اتفضل. السؤال كان في الصلاه الرباعيه، يعني ما صلى ركعتين. طب عاود الاتصال يا استاذ احمد. استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال حضرتك يا شيخ، هو دعاء الاستفتاح بيبقى صلاه السنه وصلاه الفرض؟ حاضر، سؤال جيد جدا. حاضر، في امان الله. نعم شيخ، من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوطي التلفزيون ونتكلم من التليفون يا أختنا، اتفضلي. أيوة يا عم الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا عندي برد وده آخر آخر نفس كده فمش مش هيطلع تاني. أنا كنت عايز أحكي لحضرتك. اتفضلي. وطي التلفزيون ووصلي حديثك يا أختنا، الله يرضى عنا وعنك. آمين. أين هي مصطفى؟ معانا؟ تفضل كمل. حاضر. عاود الاتصال يا أختنا. نعم شيخ كريم، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. أم عبد الرحمن له أختان، العمة. يعني سبحان الله، في بيت والوالد له يعني أولاد وله ذكور وإناث. ويبدو أن البنتين يعني واحدة راضية بأي حاجة. يعني اللي تجيبوه يا جماعه بس يعني يبقى ليا معاكم نصيب. نعم. حاجه ب 100,000 خدي 20 30 وهي هتقول الحمد لله انا عرفت احصل. نعم. على هذا المبلغ. والاخرى تقول حقي حقي. نعم. فهل لو اعطوا هذه مبلغا هي استرضته ورضيته لنفسها؟ نعم. والاخرى اعطوها حقها بالكامل لانها طلبت. نعم. يكون عليهم وزر؟ اولا هذا لا يجوز ولا يحل، لان هذا فيه غبن لهذه المراه، لان هي بتقول ان هم عندهم تقريبا ارض او بيت. بيت لا ارض، اسف. ارض ايا كان، ارض. وهم مش معرفينها السعر الحقيقي بتاع الارض. هي ممكن تعلم بس هي راضيه باي حاجه. لا، هذا لا يجوز، هذا من الغبن، لانهم كما اقول هم يعني ايه يفتاتون عليها، ويعني لا يريدون ان يعطونها حقها. ففي هذه الحال كما أقول هذا غبن وهذا غش وهذا لا يجوز ولا يحل. إن أرادوا العدل، تمام؟ طب. هم يقيموا الأرض. نعم. ويروا سعر هذه الأرض. نعم. والبنت ليها كام والولد ليه كام، مش كده ولا كام؟ صحيح. سواء بقى هي قابلت، رضيت، رفضت، بالفعل يبقى هذا حقها، هذا إرث، ثم تفعل هي ما يشاء. بالفعل كده. نعم. نعم. الاخ عادل ما شاء الله اربع عمرات، ربنا يتقبل يا استاذ عادل. امين. الاربعه فيهم امه. نعم. واثنتان منهما معه زوجته او زوجته. الزوجه الحمد لله تريد الان ان تخرج للعمره وحدها. نعم. وهو مع الحمد لله متوفر انه يفعل هذا، فقال لها اجعليها لامك او لابيك، فما حكم هذا؟ نعم. نعم. هو أولا طبعا إن كانت هذه الأخت تخرج في رفقة آمنة سالمة تأمن فيها على نفسها، ويعني تأمن ألا يلحقها أي ضرر، ففي هذا الحال يجوز. أما يعني هو افتراضه عليها شيئا، هذا يعني ليس له أن هو يقول لها اعملها لأمك. والله هذا أمر بالرغبة يعني. وطبعا إن كان هذا هو لا يفترض عليها، ولكن ربما يوجه من باب الأفضل طبعا والأكمل والأحسن أن تعتمر عن أمها، هذا مبحث البر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهل بعمرة ويقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ أو أخا لي. فقال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا